عسلامة. أهلا عسلامة. لاباس؟ ولا الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك حدانا محمد علي. اخترنا اليوم باش نحكيو في موضوع بخصوص الأفارقة جنوب الصحراء. هاي الأفارقة وما أدراك ما الأفارقة جنوب الصحراء. ما هو غزو عن جانا الغزو هذا. هي فما تواثرهم هم اللي دافعوا على الغزو هذا الجديد. الناس لاباس عليها والملاكة والبنات هي اللي دافعة واللي عايشين فيه الوطن. فما عباد مع وجودهم في تونس فما عباد ضد. أنت ضد ولا مع؟ يا بنتي انا راني معاش خرج معاش يخموا فيه الوطن ولا بالحق صحيح ما نخونوش وطننا معاش نحبوه الوطن دونك شنو اللي عندي فيه الوطن اللي باش نخمم فيه انا توا ذاتي ما وفر ليش حتى مسكن ما وفر الناس حتى عيشه كريمه احنا الفقراء دونك احنا اسمعني احنا ريت الفقراء راه ما يهمنيش لا عدل لا افارقه لا يهمني حتى شيء كيفاش ما يهمكش معاش يهمني اخي توا انا شنو ناكل فيها غلال تونس ولا عايش فيها تونس وطني معاش دولتك يعني يهمك الامر يا بنتي دولتي وقتاش تذكرونا راه في الهمومات في الثورات وكذا ما نحن الفقراء في اللي شنو اللي جنينا منها الا باس عليهم زادوا غناء انساء حقوق واحنا شنو اللي ربحنا كرامه لا عنا لا كرامه لا حتى شيء ساعدنا زاد تكب الفقراء دونك توا يرجعوا لنا احنا الفقراء ما هو الوطنيه نولي اهل الوطنيه الوطن ومن بعد شنو نروح منها ما يرفعوا حتى شيء نفس الشيء الموظف يتزاد شهريته ولا باس عليه يتزاد والبنات تزاد انسان توما تزاد حرياتكم واحنا شنو باش نربحوا؟ ما نربحوا حتى شيء نولوا احنا فهمني عله على الوطن، هي وطن ما يحبناش اش نعمل بيه انا؟ شنو باش نخزر له؟ يا وطني راني ما نخونكش لكني ما عادش نحبك. هاو نحكوا الواقع، دونك احنا الفقراء شنو باش تحكي لي بشكلوا لي فيه غذائي، غذائي انا وفره لي ساعه وطني ما نصلوا، كي الغله ما عادش خالتين عليه، على الاقل خليهم لا فارقه بالك هما اللي ينحوا الرشوه وينحوا التحيل وينحوا الهم اللي قاعد هذا كل انا اللي قتلني بلدي راه مش لا فارقه. ولد بلدي هو اللي قتلني كيف تفتيش نقعد عليه انا 4 شهور اي في الاخر فهمني ندبر خدمه يا رسول الله في الاخر تضيع علي الخدمه في عمري هذا تو دمرني وطني فهمت دونك زي دونك الفزع ماك يجي الضرب للاغنياء ولا البنات يولوا كذا كذا هي ومن بعد شنو من بعد نرجع انا ناخذ الوطنيه والوطن يربحوا هذوكم العاشرين بشر الشيخين في يمه يعني شنو يربحوا فيه الوطن ها كياساتي انا في حومتي تنظاف ما كياسات اللي بس عليهم كياساتي انا تزداد خمز على خمز فهمت على الاقل خليه افريقي معايا يزيد يونسني في الفقر بلكش هو اللي رجع معايا يمدش الرشوه هاي بلكش نحكوا الواقع صحيح قلت تعبنا من الوطن وطننا ما يحبناش وطننا هكاك ما يحبناش هاي شنو احنا ولاد بلاد وانا عندنا في سنين ما وفرناش حياه كريمه وطننا اللي تحكي عليه انت هذا ما وفرليش مسكن كي العباد قاعدين العباد تغاث الفقراء قاعده تغاث عايشة فيها لباس عليهم آلاف الدولارات فهمني عملة صعبة يا ودي البنوك الدولية ولا ما يسخسخونها باش يمدوا لك قرض واحنا أولاد وطني يلعبوا بهم يمدوا فيهم للفنانين وللرقصات والكذا والكذا فهمتني وشنو اللي رابح منه وأنا وطني أنا اللي عايش في كرتاج وشايخ وبالبحورات وبالمصيف وحقي في السياحة وحقي في درا شنو ما عندي حتى حق أنا حتى سبيطار ما وفرهوليش وطني ظهري إن أنا مريض نتسكك فهمني ما يداوينيش وطني اللي تحكي لي عليه أنت دونك أنا احنا ما عادش يهمنا ما هو من الأول بقاك الوطنية عمالوا يقتلونا فيها يقتلونا فيها لين مات شنو رأيك في عنف الأفارقة ضد أهالي صفاقس؟ يا بنتي أنا هاني قلت لك أنا واحد نخزر له مستضعف كيف هذاك زوالي كيف فقير يخزر الفقير ما عادش قلت لك صحيح جردنا ما عادش ما نخونوهوش وطننا لكن ما عادش نحبوه هاو نحكوا بصراحة لازم السياسيين هذوما يفهموا راه الوطنية قتلوها لنا احنا الفقراء فهمت نعدوا احنا في الجيش الفقراء نندبوا الفقراء وين يجوا وين يوجعوا راس وطني يجري يا فقير الفقير هو ذا يتخبط في الاخر شنو في الاخر شنو اللي ربحنا منه ما نربحوا حتى شيء نعدوا عليه لش فهمني عيد لعاد لنعيد واحنا لا شيء هما الاغنياء يعيدوا خرفان وما شاء الله ومشاوي واحنا نشموا في الريحه اللي جايبتها حوم الاغنياء انت ما هو وطنك اللي تحكي عليه انت شنو هو وطنك وفر لي حياه كريمه ما وفر لي حتى شيء ثاني كلب ولا نسوه انا في وطني حشيك ما نعمل ورقه الا بالرشوه هذا هو وطني اللي تحكي عليه الرشوه والتحيل وكذا واللي وكلها تاكل في هذا شنو علاقته بوجود الافارقه في تونس؟ الخيط اللي نحب نوصله له كان كونه هل الالم لا تبالي يعني انت بالموضوع تولي انت لا تبالي الاليا فهمني ما هو يحبوا هكاك يقتلوه لك الشيء بشوي 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 نكسه مع نكسه مع نكسه لين تولي لا تبالي يا اخي تو في الثورة شكون ما احنا الظلم الفقراء و و و شنو اللي ربحنا؟ ما في الثورة شنو اللي ربحنا؟ اللي عنده والموظف هو اللي زاد شهريه هو اللي زاد غناء والنساء هي اللي زادت الحريات والمثليين هما اللي شيخوا في يومها واحنا شنو اللي ربحنا؟ ما ربحنا حتى شيء فهمت؟
كنت كانت هي مخبيه في دارها وانت تدافع على حومتك وبعصا وكذا ويا وطني. وقت الوطنيه خرجت وفت الثورات، شنو اللي ربحت؟ ولت هذيك اللي كنت تدافع عليها بنت حومتك تخزلك يا فهمني تهينك وتذلك. يا بنتي ما تبرمش برمشي، شكونك انت؟ وطنك يقيس فيك بما تملك بالمال، فهمتني؟ هاني قلت لك مضطهدين، احنا مضطهدين. تو منظر كيف انا بتاع حمامات ولا بتاع مدن ساحليه ولا بتاع الشواطئ الساحليه ولا بتاع الوتله، انت ما نعرفوش الوتله، انت عندك ندخل لافيني ونفوتوا شويه ندخل في الغربه، انا هو وطني اللي تحكي لي عليه. ممكن هو الافريقي جاء تو ويعرف صفاقس ويعرف ياه ويدور ويحوس، انا ما نعرفوش اللي كله، انا هو وطني اللي تحكي لي عليه. في وطني ما باش يتنحى لذوما يمشي لعباد اخر. هاي يجي ياخذوه الاتراك ياخذوه منا ياخذوه منا، هي ما كان مغتصب من فرنسا تنحى من فرنسا ها توا مغتصب من فرق، هو احنا اولاد بلادها ليه؟ انتم ليه؟ اولاد البلاد انتم ليه؟ احنا عندنا الحق في الحياه الكريمه في العيشه في كذا ليه؟ هي ما هما الاجانب اللي شايخين فيها، وحتى النساء ما يتلوج على الاجانب، تلوج على ولد بلادها. هذيك انت تتكلم فارقه فارقه وهي تخبي في دارها هذيك التونسيه بنت بلادك وتحقرك انت ولد بلادها، نحكوا الواقع، خلي ما ننسى هذوكم اللي يحكوا على الحريات وشيخين في البلاد، هما اللي يدافعوا على الوطن من الفارقه ومن كذا، اما وقت اللي توقع تدخل الحيوط وقت تذكروا الرجال في المشاكل وفي الحروبات، لا خايتي انا واحد من الناس كحلة سي جردنا ما عادش سي، انا بحذاكم اخويا، انا واحد من الناس ما اذانيش لا افريقي لا اذاني حد. أنا مأذيني التونسي كيفني كيفه، ورقة ما يحبش يمدها لي، زني في قوانيني، دمر لي حياتي، خدمة يا ودي خلني نخدم يا ديك، لا مش أعمل كف تفتيش، ماشي جاي أنا تونس زير ب 40 مرة، تمشي لوكيل الجمهورية ما يسمعكش، على كف تفتيش السلطة عملت حتى عارض للرئاسة، وما يسمعك حتى حد، في الآخر نلقى روحي فهمني بعد ثلاثة شهور ويدمروك، وطنك، وطنك اللي تشد حبس على بنتك خاطرك ما عندكش تمد نفقة، هذا وطنك تحكي عليه، أنا وطن خلوهن. وتسمعي هما البذخ والارقام والفنانين والشيخات وعايشين وانت تلقى روحك ما تكسبش حتى قوت يومك وما عندكش حق حتى باش تخدم ها توا الفارقه ووطنك لا سي ما عادش عنا ها ونحكوا بصراحه دونك المواضيع هذه يزونك احنا كفقراء ما عادش نخمو سي تعبنا بالرسمي توا عندنا 12 سنه واحنا من نكسه النكسه واحنا وطني 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 ونخزر لذاك عايش الكرهبه يبدل فيها كانه يبدل في صباته وانا عاجز على ابسط حقوقي وانا هو اللي قاعد وطني وطني عدينا الجيش عدينا درشنو النكسات كلها تجي على روسنا نحن فمتى كان تقصف كان كذا احنا هو نتقصف ونلموا من بعض حتى في الاعانات الفقراء هي تمد هي المنة يا فقير وطنك دوب ما يولي وطني يشم شوية نسمة ينساني انا ويزاوي على البراني دونك شنو نزلت صحيح احنا الناس تعبنا ما نخونوكش يا وطننا لكن رانا ما عادش نحبوك انا واحد من الناس ما عادش نحبك اوكي شكرا